المزيد ينضم إلينا من واشنطن الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي سيد مسعود معلوف. أهلا بك معنا سيد مسعود. وحول تعاطي واشنطن والإدارة الأمريكية مع هذا الملف الحساس وهو مقتل عمال الإغاثة، كيف تطلب واشنطن من متهم بقتل عمال الإغاثة بأن يحقق في براءته من عدمها؟ أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. سؤال وجيه جدا جدا. المتهم بالجريمة هو عليه أن مطلوب منه أن يحقق، ولا أخفي عليك أستاذي الكريم بأن كثيرين من الناس هنا في واشنطن من الأصدقاء مقتنعون بأن هذه العملية كان مصمم لها، أولا من أجل أن تتوقف هذه المنظمة عن تقديم المزيد من المساعدات الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة، وهي قدمت حتى الآن 42 مليون وجبة لقطاع غزة خاصة في المنطقة الشمالية، ولكي لا تتشجع منظمات أخرى من القيام بمساعدات. إسرائيل تقفل إلى حد ما أو تعرقل كثيرا كثيرا دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية عن طريق معبر رفح من جهة، والآن ها هي تعرقل المساعدات التي تأتي من قبرص عن طريق البحر عبر هذه المنظمة الإنسانية التي تخص رجلا فعلا يقوم بمساعدات إنسانية في مناطق كثيرة من العالم. يعني هذا أمر، والآن نطلب من نتنياهو أن يحقق في ذلك، في هذه أي تحقيق يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة في هكذا ظروف؟ سمعنا هانكبي يقول أن هذا خطأ كان ينبغي أن لا يحصل، وهذا ما ستكون عليه نتيجة التحقيق. نتنياهو ليس عنده أي مصداقية في معظم دول العالم، وخاصة هنا تزداد قلة مصداقيته والمعارضة له من قبل الجاليات العربية الأمريكية ومن أعداد متزايدة ومهمة أحيانا في يهودية أمريكية. ونرى كيف حصلت الآن، كيف تحصل المزيد من الاحتجاجات داخل إسرائيل، المطالبة بتنحيه والمطالبة بمغادرته، المطالبة بانتخابات مبكرة. يعني هذا أمر فعلا غير مقبول إطلاقا بعد كل ما يتعرض له الفلسطينيون من مجاعة، من صعوبات، من قصف، من تدمير في المستشفيات، في المدارس، في المنازل، في كل مكان. ها الآن الذين يحاولون تقديم مساعدة ولو جزئية ضئيلة يتعرضون للقتل، هذا أمر غير مقبول. وبالإضافة إلى ذلك، لو سمحت لي أن أقول أن إسرائيل ونتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين يتهمون منظمات الأمم المتحدة بأنها معادية للسامية، ويتهمون أيضا غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأنه معاد للسامية. نعم، إدارة بايدن تعلم أن هذا الدعم غير المشروط رغم كل ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق المدنيين وبحق المنظمات الإنسانية، تعلم أن هذا الدعم غير المشروط يضعها في خانة اختراق لوائح القانون الدولي، ولكن الإدارة الأمريكية رغم هذا فهي مستمرة في هذا الدعم وتكتفي بالغضب، ما تفسير ذلك؟ صحيح، هذا صعب جدا إيجاد جواب مقنع عنه. نعرف أن كيف أن إدارة الرئيس بايدن تزيد كل يوم من نسبة الانتقادات التي تقدمها لنتنياهو، ولكنها في الوقت نفسه تزيد من نسبة المساعدات العسكرية، من طائرات، من قنابل، من ذخائر، من أموال. ومن جهة ثانية تقول أن الفلسطينيين معرضون للمجاعة وينبغي حل بعد انتهاء الحرب، حل الدولتين، وغير ذلك من الأمور التي هي كلام جميل بالنسبة إلى الفلسطينيين والعرب، ولكن لا تتخذ أي خطوة عملية على الأرض من أجل تحقيق أي شيء من ذلك. لا ضغوط على إسرائيل وكلام معسول بالنسبة إلى الفلسطينيين، هذا أمر فعلا صعب فهمه، ربما لا يمكن فهمه
جزئيا إلا إذا وضعناه في إطار الانتخابات القادمة التي ستجري بعد 7 أشهر و3 أيام، عندما إذ أن الرئيس بايدن بحاجة إلى دعم اللوبي الإسرائيلي القوي جدا بالمال، وليس فقط بالنسبة إلى رئاسته بل أيضا بالنسبة إلى حزبه، لأن هذا اللوبي حتى الآن خصص 100 مليون دولار للانتخابات القادمة لإسقاط عدد لا بأس به من المرشحين الأمريكيين طبعا، الذين لا يؤيدون إسرائيل بالدرجة ترضي هذا اللوبي الإسرائيلي. هذا أمر يعني ربما قد إذا وضعنا تصريحات ومواقف بايدن على هذه الخلفية قد نفهم بعض الشيء مواقفه. طيب، مثل ما تعلم أن واشنطن تقول عبر مسؤوليها وعبر مسؤولين في البيت الأبيض بأن الإدارة الأمريكية توافق على عملية رفح ولكن بشروط. بالتالي السؤال هنا، لماذا تركز إدارة بايدن على رفح وشروطها غير الواقعية في حماية المدنيين أساسا؟ لأنه ليس هناك أي مكان يذهبون إليه في الوقت الذي يقتل المدنيون في محيط مجمع شفاء، ويعني ويداس عليهم بالآليات العسكرية دون أن تذكر واشنطن هؤلاء المدنيين وتركز على رفح فقط. كيف يمكن أن نفهم؟ أنا أعتقد أن موضوع أو الحديث عن موافقة واشنطن المشروطة جاء من إسرائيل، من مصادر إسرائيلية وليس من مصادر أمريكية. المصادر الأمريكية قالت، نائبة الرئيس قالت بالفم الملآن أن عملية إذا قام نتنياهو بتنفيذ عملية رفح فهذا سيكون خطأ جسيما، أي من هذا المنطلق لا يمكن أن يكون هنالك تأييد حتى مشروط للعملية. كذلك الرئيس بايدن قال كلاما مشابها لذلك. كثير من الشخصيات الكبرى اليهودية بمن فيهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو يهودي من نيويورك التي فيها 20% من اليهود الأمريكيين، هو أيضا انتقد كثيرا نتنياهو. أي أن الرئيس بايدن في البداية كان يطالب نتنياهو بإعطائه خطة لحماية المدنيين إذا كان مصرا على اجتياح رفح. وكنا نسمع دائما حتى في الماضي القريب جدا جدا أن الإدارة الأمريكية لن تستلم بعد أي خطة من إسرائيل ترى فيها أن هنالك حماية للمدنيين. يضاف إلى كل ذلك أن نائبة الرئيس في تصريح هام جدا قالت اطلعت على خريطة المنطقة ولم أجد أي مكان يمكن أن يذهب إليه المدنيون. لذلك أنا شخصيا لا أعتقد أن إدارة الرئيس بايدن توافق ولو مش بشروط على اجتياح رفح، لأن لا يوجد أي شيء يمكن أن يحمي المدنيين في حال حصل الاجتياح. أنا أعتقد أن إدارة الرئيس بايدن تفاوض، وقد فاوضت بالأمس في عبر الفيديو في لجنة استشارية أمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. هذه اللجنة التي كان ينبغي أن تأتي إلى واشنطن ولكن نتنياهو قال منعها من القدوم بسبب موقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن. هذه اللجنة ستجتمع، وربما الآن يبدو أن نتنياهو وافق أن تأتي ربما في الأسبوع القادم للحديث. أي أن رغم هذا الشيء والجذب سيد مسعود، ولكن الورقة الأقوى كما تعلم، ورقة الضغط الأقوى بيد واشنطن هي السلاح، ولكنها على عكس ماذا؟ على العكس من ذلك، لا تستخدم هذه الورقة بل تعلن عن صفقة جديدة بمقدار 18 مليار دولار ضمنها طائرات حربية ستزودها لإسرائيل. هل هذه الصفقة يعني تحسبا لما يجري في غزة أم أنها تحسبا ربما لاندلاع جبهات أخرى؟ أنا أعتقد أنه قد تكون من جهة جائزة طردية لنتنياهو
لكي يقبل بعدم اجتياح رفح، لأن اجتياح رفح سيشكل عبئا كبيرا على الولايات المتحدة ليس فقط على إسرائيل. صحيح سيؤدي إلى أن تكون إسرائيل منبوذة في العالم بعد ما نراه، وخاصة أن الآن وزير الخارجية الأمريكية موجودة في باريس واجتمع مع الرئيس ماكرون، مع وزير الخارجية الأمريكي، مع وزير الدفاع الأمريكي، وقسم كبير من الحديث كان حول الضغط على نتنياهو لكي لا يقوم بعملية رفح. ربما تكون من أجل عمليات أخرى، ربما يكون الثمن الذي سيطلبه نتنياهو من إدارة الرئيس بايدن ربما هو هجوم على حزب الله على لبنان في هذه المنطقة. حتى الآن لم تتبلور الأمور، ما زالت الموضوع، ما زالت المسائل في أخذ ورد، وأنا أعتقد أن نتنياهو لن يقوم بهذه العملية قبل نهاية شهر رمضان، وهو الآن يماطل ويحاول أن يظهر بأنه هو الذي يقرر كل شيء، ولن يقبل بأي ضغوط أتت من أي مصدر كان، حتى من الولايات المتحدة والتي تعطيه المزيد من الأسلحة، ولكنه لا يقبل بشروطها. أنا أخشى أن تكون المرحلة القادمة هي مرحلة جنوب لبنان، وربما لبنان بكامله، ثمنا لكي يقبل نتنياهو بعدم الهجوم على رفح. لست متأكدا، ولكن هذه بعض التقديرات التي تدخل بالتحاليل نتيجة للتصاريح ولما يحصل من هنا وهناك. من واشنطن الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي السيد مسعود معلوف، شكرا جزيلا لك.